كان ممكن تجاوزها ينيب ينيب قليل ينيب حل الاشكاليه ديال الكره الوطنيه كان حل ينيب ينيب في وقت قصير كانت فقط بعض النيات الحسنه من اجل اصلاح ما يمكن الاصلاح على اي نتمنى ان الوتيره ترجع تبقى على ما هي عليه واننا نمشي دائما بخطوات نحو الاحسن الحسن العلوي نعود الى المباراه قراءه الارقام تعطينا يعني تعطينا يعني رؤيه للشكل اللي تكون عليه المباراه في الشوط الثاني في الربعين الثالث والرابع. نظن بان اللحظات القويه او النقاط البارزه للمقابله تكتيكيا على مستوى الرميات الحره سبورت بلس 73% اذا 8 على 11 على مستوى الثلاثيات ولا ثلاثيه مسجله من طرف لاعبين سبورت بلس على مستوى الكرات الضائعه 11 الكرة ضائعة بأن هذا رقم كبير رقم كبير وتنظن بأن لا الثلاثيات هي الثلاثيات وعلى 11 أخطاء 11 كرة ضائعة تعطينا مدى الشراسة والدفاع ديال الوداد تنظن هذه هي عمق اللاعب ديال الفريق ديال المدرب زيكو الفريق مدرب فريق الوداد على مستوى اللف هناك خمس لمات دفاعية وثلاث لمات هجومية بالنسبة لفريق بلاصة أحسن المسجلين كويك الكسندر بعشرة نقاط ستة حسني محسن بستة نقاط وكالدويل بأربعة نقاط مستوى فريق الوداد على مستوى الثلاثيات 31% هذا رقم متوسط رغم يقترب شيئا ما من النقاط المستوى المطلوب 71% على مستوى الرميات الحرة سبعة ديال الكرات الضائعة فقط 10 ديال الناس الدفاعية ولم هجومي واحد على مستوى المسجلين كان في جيريمي اللاعب الامريكي ب 10 ديال النقاط يليه حراس ب 8 نقاط واللاعب شرود ب 4 نقاط اذا 14 نقطة اذا الاجانب المسجلين اكثر من تقريبا اكثر من 45% بالنسبة لفريق الوداد نفس الشيء بالنسبة لفريق السبورت بلازا 14 نقطة على 28 اذا 50% من اللاعبين الاجانب هذه قراءات تقربنا شيئا ما من الاداء ديال الفريقين لا الفريق البيضاوي هما فريقين بيضاويين لا لا الوداد ولا بلازا على اي قلنا في الشوط الاول انه يعني المدرب زيفكو زيفيتش يعني حاول انه يقحم تقريبا مجموعه كبيره من اللاعبين اعتقد مجموعه اللاعبين 11 لاعب 11 لاعب كلها يعني دخلت ارضيه الملعب في يعني الدقائق الربعين الاول والثاني مقابل سبعه ديال اللاعبين فريق البلازا مش ممكن نقولوا بان المدرب يمكن يفطن هذه المساله اكيد لان ميلان سكوب يعني من اجل فتح منافذ نحو العوده في النتيجه ديالها لا هو يا مدرب الفريق سبور بلازا سكوباتش تنظن بانه شاف هذه المسائل ولكن واش عنده الاوراق نفس الاوراق لفريق الوداد تنظن بان حتى ايضا على مستوى الفلسفات ديال المدربين لان كما نقول جميع المدربين مختلفين وجميع الفلسفات ديال المدربين مختلفه اذا كل مدرب له فلسفته وكل مدرب وعمق اللاعب ديالو بالفعل اذا البدايه ورميه ثلاثيه في بدايه من طرف اللاعب الراس رائعه والهجمه اللي عند اللاعب هشام امر الله هشام امر الله يحتفل بكره وينطلق ينتظر المسانده عند اللاعب كويك الكسندر هشام امر الله داخل تحت السله يحاول ورائعه رائعه ورد ورد فريق على لاعب اللاعب امر العنني وباثنين مبدا التناوب لفائده فريق الوداد البيضاوي كره لفائده الوداد لفائدة بلازا عفوا لفائدة بلازا بحسب ان تناول لفائدة اقحم العناني رغم اخطاء الثلاثة ديالو فعلا الان العناني خص يكون انحدر لعدم السقوط في فخ الخطا الرابع اللي بني يخليه هو يعني جالس لمدة طويلة في كرسي الاحتياط وهذه رمية ثلاثية الأولى أول ثلاثية في المباراة لفائدة فريق سبورت بلازا مصطفى ترفع الرصيد الى 31 مقابل 35 مصطفى اللي هو اللي هو ثلاثيه في سبورت بلازا مصطفى اللي عليه ضغط كبير والهدف انه هو اعياءه باش في اخر المقابله يكون الثروه المدنيه فقدها اذا هذه هي هذه الاشياء يمكن تحدث يمكن يكون اداء جيد الرد ياتي من يد اللاعب حديدان اللاعب التونسي الدولي التونسي يسجل بطريقة جميلة جدا الثلاثية الأولى ديال اللاعب في هذه المباراة 38 و 31 عند اللاعب هشام أمر الله
يشار الامر عند اللاعب الكسندر كويك. الكسندر عند اللاعب كادويل، حركه جميله الدهس من طرف اللاعب جيريمي كادويل. اكدوا لي بعد اللاعبين ديال سبور بلاصه لانهم تيدربوا على 30 اكثر من 30 نهج هجومي على دفاع رجل لرجل، وهذا شيء جيد لان ذكرى ثاني حتى نفس الشيء بالنسبه لفريق الوداد لانهم تيدربوا كل يوم وبعد المرات جوج ديال الحصص في اليوم. هذا هو اللي بغى يوصل للمستوى الرفيع. اذا سبع ثواني لهذه الهجمه، محاوله ورميه ضائعه ولم لفت اللاعب عمر العناني. تيتحكم في الاجواء العناني. البال كره عند اللاعب يوسف الزنقي، عند اللاعب جيريمي، جيريمي بول عند اللاعب حديدان، حديدان يحاول الاختراق يمرر عند اللاعب حراس، حراس المحاوله ضائعه والصافره لاعلان الخطا على من اعتقد اللاعب كالدويل. كالدويل بالفعل اللاعب جيريمي كالدويل اللي كيرتكب الخطا الشخصي الثاني. الى اخذنا المؤشر ديال هذه المقابله والندي اللي كان في مقابله المغرب الفاسي مع جوهر الحسيني، تنظن بان رغم التاخير ديال البطوله بان نقول بان البطوله ديال المغرب صدها بخير، لان هذا المستوى هذا لان اللي ما تيكونش اللاعب عنده واحد التحفيز باش يلعب مقابلات تيهود المستوى ديالو، انما اليوم تنظن بان يمكن اللاعبين ديالنا يتجاوزوا هذا البدايه المتعثره او البدايه المتاخره ديال البطوله. كنتمنى ان اللاعبين هم اللي يحمسوا المسيرين، نتمنى ان هذا المستوى انه يحمس المسيرين على انهم يمشيوا قدما نحو اشياء ايجابيه يعوضوا النهض التاخير. واو 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 جميل 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 جدا جميل جدا. قلت خصهم يعوضوا النهض التاخير ديال البطوله. حركه جميله، اوه داك رائع جدا. عندنا زويته وعندنا حراس يعني غايه في الجمال على المستوى الدانك، خاصه في هذه الحاله ديال الانفراد. حركات جميله جدا. 41 33 سبع دقائق نهايه الربع الثالث. يوسف الزنقي بعيد كرة السلة الوطنية تقول بأن حراس رضا وزويته صحبة كمال محمد كمال الشاد. نعم كان يمكن لهم يلعبوا في البرو أو في البرو بي. وهذا شيء طبيعي وطبيعي جدا. تنتمنى باش يكون عنده من الثبات ومن القراءه التكتيكيه ما يكفي باش يزيد من قدام، لان البدايه هي بدايه متعثره سنشوفها، ولكن اللاعب تنظن وتمنى له، لان انا عرفت كيفاش لاعب متابر تيجتهد كبير لا في فريق الرجاء لا في بركان لا في كاع الفرق. تنتمنى له الرجوع الفوري. وعلى ذكر فريق نادي بركان فيعني المسؤولين كيوجهوا يعني شكر كبير للعداء العالمي هشام القروج اللي كان وراء يعني واحد من المدعمين ديال فريق كره السله. اوه حركه جميله من اللاعب عمر العناني، والبلوك شوت ايضا موفق للاعب جيريمي كالدويل. لاحظت بان جوج كرات قلت عفوا الا نكمل المعلومه لانه مهمه يعني انه يدخلوا عدائين واسماء كبيره في الرياضه الوطنيه اللي دعم الفرق. اعتقد فريق كره السله في بركان اعطى بدايات قويه في الموسم الماضي وحقق يعني الامال ديال الجماهير ديال مدينه بركان. فهذه ربما يعني كلمه الحق لهشام القروج اللي هو ابن المدينه والجميع انه ينخرط في الفعل الرياضي بهذا الشكل. وهو رياضي بالفعل، كلش رياضي تخلع على الفريق ديالو. الان تنشوف ان فريق سبور بلازا تابع الاعاده، انا تابع الاعاده اعتقد كان خطا حسن العلوي، اعتقد انه كانت كان اليد اللاعب كالدويل على يد اللاعب عمر عناني. ما كانش البلوك شوت لان ما كنتش الكره بالفعل يعني عاد في مكانها. الكرات الضائعه كانت ثبت ضربه خاطئه لفريق سبورت بلاصه. الان لان جوج ديال الكرات عطاو اربعه ديال النقاط زائد سهله، زائد ان الكيفيه كيفاش ذاك الدك كنعرفوا ان الدك دائما تيكون عنده واحد التاثير سلبي على الخصم او المنافس. وهي الصوره واضحه يعني كنشكروا الزملاء اللي كيعطيونا هذه الفرصه وهذا اللي مع زميلي سمير الرجداني مخرج المباراه.
مستحقة فريق النقاط يتزامر الأمر إلى 11 النقطة يعني على بعد 6 دقائق و12 ثانية من الربع الأول الربع الثالث عفوا. نقاط مقابل يعني 5 هي نتيجة هذا الربع في الأربع دقائق الأولى. مصطفى القلبي لفائدة بلازا دائما الدفاع قوي على لاعب مصطفى القلبي. عدنان لقرش رمية ثلاثية ضائعة أحسن المحاسن باش يكونوا إيجابيين حتى فريقنا غادي يغادر في القسم الأول وفي الموسم المقبل غادي يكونوا 12 الفريق وهذيك دائما ننادي ببطولة 12 الفريق. إذن تنظر بأن أحسن فرق الآن لأن واحد غادي يفوز بالبطولة إذن أحسن الفرق الآن عندها اليد ديالها مفتوحة للتكوين و إلى إقحام اللاعبين الشبان في البطولة الوطنية. فقط أننا نقربوا المشاهد من منظومة يعني لعب الموسم فالمجموعتين مجموعة الشمال فيها فرق بلازا الوداد جمعية سلا الفتح الرباطي وفريق النادي البلدي. مجموعة يعني مجموعة الشمال هي المجموعة اللي فيها فرق نادي بركان الشوقري في عزيمي المغرب الباسي وأيضا بولوية وجدة. إذن أيضا فريق نهضة طنجة. إذن كل مجموعة فيها 5 فرق يتباريان ذهبا وإيابا وهذه رمية ثلاثية رائعة جدا من طرف اللاعب الحديد دان يسجل لفائدة الوداد. قلت يتبارك المجموعتين يتباركوا في مرحلة ذهاب وإياب بطولة عادية. الفرق الأربعة الأولى ستخوض منافسة البلاي أوف ويقولوا أنه غنشوف بالصياغة ديال ربع النهاية المحتل المركز الأول في المجموعة مع الرابع في المجموعة الثانية الثاني مع الثالث يعني والثالث مع الثاني في المجموعة في المجموعتين ويمشيو بمباراة ذهاب وإياب في ربع النهاية نصف النهاية أيضا الفائزين غيخوضوا نصف النهاية في مباراة ذهاب وإياب ثم المباراة النهائية غتخاض مباراة واحدة فاصلة في ملعب محايد. وأيضا هناك مباريات ديال الترتيب من أجل رفع عدد المباريات ووتيرة الثلاثيات تتحدث وتيرة الثلاثيات تصاعد على مستوى فريق الوداد البيضاوي ثلاثية أخرى من تسجيل اللاعب رضا حراس وعداد يعني رصيد فريق الوداد البيضاوي يصعد إلى 50 نقطة مقابل 36 حسن العلاوي. ذكرنا بين الشوطين وقلنا بان المقابله غتكون الان صعيبه صعيبه جدا على فريق سبور بلازا. لماذا؟ لان 7 لاعبين ما عمرهم يقدروا ينتصروا على 11 لاعبين. اذا هذا هو الاشكاليه الان في صفوف سبور بلازا هو تعدد ديال اللاعبين. ذكروا بان سبور بلازا يلعب بموزع واحد عكس هذا فريق الوداد يلعب بثلاثه موزعين بالفعل نوزونكي يعني كان جيريمي بول حتى هو على مستوى اللاعبين الاجانب الا تنظر بان غياب كينت خلى واحد الفراغ كبير لان 7-8 اللاعبين ماشي هما 7 لان تقول غادي يكون تنذكروا بان كينت تيقدر يلعب يقدر يريح مصطفى خلفي في التوزيع يقدر يكون هو المسجل ثلاثيات ويمكن حتى 3 و4 يعطي حتى واحد ثقه كبيره على مستوى الدفاع لان الدور ديالو في 92 ولكن هذو هما الاوضاع الحاده الان. محاولة عن طرف اللاعب زكريا السجاح انطلاقا من طرف اللاعب مصطفى خلفي. مصطفى خلفي يحاول يحترم الكرة يفترق ويصعد يخرج الكرة ان اوت ورمية ثلاثية جميل الان اوت جميل جدا ومحسن الحسني يسجل ثلاثية تعود 30 نقطة مقابل 50 3 دقائق 15 ثانية على نهاية الربع الثالث. مقابلة جميلة الأخير دليل بأن دابا الآن 3 ديال 3 دقائق هما الوقت يمر بسرعة كبيرة. جيريمي بول حركة جميلة ضائعة يستعيد الكرة ولفائدة الوداد يوسف الزنقي يسجل لا ضائعة والكرة فين تحرس تتحكموا في الكرة أكثر لأن علاش اللي يقرب هذا اللي لأن علاش الدوران كثير الطراوة البدنية موجودة عند لاعبي فريق الوداد البيضاوي في مباراة اليوم. الفريق ديال سبورت بلازا ما وفرش يديه الآن كاين هناك تفاني كاين تنظر أن فريق يأتي وهذا اللي جميل. كرة عند اللاعب رضا حراس مطالبة بمخالفة
ورمية من بعيد ضائعة، كرة تعود لفيدة اللاعب عدنان القرشي، ينطلق عدنان، عدنان التمريرة اتجاه اللاعب مصطفى خلفي، مصطفى يحتفل بكرة، يبحث عن بناء الهجمة والخطأ على اللاعب حديدان، الخطأ على اللاعب حديدان، خطأ الشخصية الثاني. خاص مصطفى الخلفي يتحكم أكثر في القبلية ديالو. هنا كانت يعني كان اللمس الفعل، كان لمس اللاعب حديدان ومحمد زياد الحكم الدولي في المكان المناسب لإعلان المخالفة والخطأ. عودة اللاعب تشيرود سيدريك ودخول أيضا اللاعب مفتاح بروكا. هذا هو دوران اللاعبين، خروج اللاعب حراس اللي سياخذ بزاف ديال الوقت، سياخذ 6 ديال 6 ديال الدقائق في كل ركعه. اذا 24 دقيقه ماشي هي 40 دقيقه ديال مصطفى الخلفي وديال اللاعب الاجنبي. كره فريد اللاعب كالدويل من داخل القوس وضائعه، اللم لفائده اللاعب يوسف الزنقي والخطا على اللاعب منير بولال. والمدرب يطلب بعدم التسرع اللاعب كالدويل. يوسف الزنقي بفائدة الوداد، محاولات من الجميلة تحت السلة وثلاث ثواني للاعب حديدا. جميل. على اين سيتواصل المنافسه في هذا الربع الثالث؟ كره لفائده فريق بلازا، دخول الكره لفائده اللاعب مصطفى الخلفي، دقيقتان على نهايه الربع الثالث، 50 نقطه مقابل 39، 11 نقطه لفائده الوداد، امتياز مهم على مستوى النتيجه. وتيرة التصاعد على مستوى فارق النقاط، واختراق قوي للاعب الخلفي، اللي كيصنع يعني الحدث يعني واحدا، ما كاينش يعني ما نقولش ما كاينش مسانده، ولكن يعني في الايقاع اللي كيمشي به الخلفي ماشي هو الايقاع ديال المجموعه. هو الخلفي تيشتغل اكثر من المجموعه كلها. الخلفي لاحظتي بان كل مرة تكون اختراق إلا وكاين هناك خطأ. رمية ثلاثية ضائعة عن طرف اللاعب مصطفى الخلفي، أخذ ورد عند اللاعب ألكسندر والصافرة. كاين احترافية ديال اللاعبين ديال سبورت بلازا، إنما العدد. خطا على اللاعب رقم 14 اللي هو اللاعب حديدان، الخطأ الشخصية الثالث. زلفو لا يقبل من المساومة، يختار أحسن ما يكون ويقدر حتى نقولها مهم جدا. كل اللاعبين الان حتى المجموعه الاساسيه دخل كاين اللاعبين دابا اللي كاين في المقابله هما كانوا ديال الموسم الماضي كلهم خمسه. كاين اللاعب سيدريك، فروقا، حديدان، الزنقي، اللاعبين الحريشي، رينا حراس، العسلي، كلهم لاعبين اللي شكلوا الاداء ديال الفريق. خضع للاعب زكريا افتح الحكم التي واللاعب اللي في جميع الوصله على يد رميتين خطوتين. العناني عاود العناني لفائده اللاعب ألكسندر كويك، وضيع الرميه الحره الاولى. نسبة تسجيل في عام سوار الرميات تتقلص ربع بعد ربع. محاولة عند ألكسندر، محاولة واللاعب عدنان ضائعة. عدنان يخترق من الجهة اليمنى، اختراق جيد والخطأ على اللاعب يوسف الزنقي.
يوسف الزنقي ايضا خطا الشخصيه الثالث. اذا الان اربعه ديال اللاعبين في فريق الوداد او خمس لاعبين بثلاثه ديال الاخطاء. هناك اللاعب رقم سته زكريا الفتاح، هناك ايضا كل من سيدريك حديدان وجيريمي بول اضافه الى اللاعب يوسف الزنقي. على مستوى الرميات الحره والاخطاء والرميات الحره تنظر بان المدربين تيطلبوا الاخطاء كثر. اذا كان الرميات الحره ديال الفريق الخصم المعدل تيكون قليل، اذا هذا كل مره كانت خطا لا يعتبر كره معاده من امتلاك جديد، وهذا هو اللي غادي يبين دابا الان فريق الوداد. اربعه ديال الرميات الحره اللي ضاعت بيع فريق الوداد فريق سبورت بلازا، والخطا الرابع ديال العناني. والخطا الرابع للاعب عمر العناني في هذه محاوله امتلاك الكره. يعني خاص يكون حذر جدا اللاعب عمر العناني. العناني مره اخرى كان تسامح ديال المدرب الحكم زياد مع العناني، لانه كان ربما دليل على المسدس ديالو ماشي على الخطا التقني، انما تدخل ديال فروكا كان هناك تسامح، وهذا شيء عادي في كره السله. منير بولال سجل الرميه الحره الاولى 41-50، وتغيير الدفاع اشاره الرميه الحره الثانيه بدورها الفريق ديال المدرب سجل زون بريس الان 42-50، فارق 8 نقاط الى بعد دقيقه و10 ثواني. سيدريك عند اللاعب افتاح فروكا، افتاح فروكا يحاول يبحث عن حلول من الجهه اليسرى، وخطا على اللاعب منير بولال في اخر الامتلاك. خطا الشخصيه الثاني 58 ثانيه الان اخر ثواني الربع الثالث. خطا الثاني للفريق ديال اللاعب منير. الان كل الاخطاء هي تعطي رميات حره لم صالح فريق الوداد ولا صالح. والنتيجه لحد الان هي 15 مقابل 14 لفائده الوداد في هذا الربع الثالث. النتيجه الربع بنقطه واحده الفريق الوداد متفوق بنقطه واحده. هو نقطة واحدة تضاف إلى سبع نقاط ديال فروكا في تنفيذ رميتين حرتين. يضيع الرمية الحرة الأولى. اللي عنده أقل حصص تدريبية مع الفريق هما فروكا و سجل الرمية الحرة الثانية. كرة عند اللاعب كالدويل، كالدويل محاولة تصل عند اللاعب الكسندر يسجل. يسجل بطريقة جميلة اللاعب الكسندر كويك 44-51 52 ثانية الربع الثالث اخر العادات هذا الربع. نتابع ما زالت هناك هجمة اخرى يمكن لفائدة فريق سبورت بلازا لمحاولة تكريس لاكثر اللاعب جيريمي بول. جيريمي بول عند اللاعب عثمان القنا. لان اختيارات ديال فريق الوداد الان ماشي كانت متوفقة. القنا ما عندوش الجرأة والخبرة ديال هما عطاو الكرة، اذا هذا اختيار، ولكن القنا لاعب اللي غادي يعطي كثير لفريق الوداد. اذا اخر يعني اخر الثواني هجمه فيها سبعه ديال الثواني الان سبعه اربعه خمسه اربعه. ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل مصطفى؟ يضيع المحاوله في اخر لحظه في نهايه الربع. حاول جيدا ينهي الربع على ايقاع الهجمه، والفارق يتقلص الى او لنقول اعتقد التعادل. التعادل هو نتيجه هذا الربع 44 مقابل 51 النتيجه النهائيه 19 اعتقد هي النتيجه ديال الربع الثالث. اذا واش نقولوا بانه يعني الفريق سبورت بلازا يعني حاول انه يلقى الايقاع باش يرجع بقوه في هذا الربع الثاني، انه يقاوم الضغط ديال فريق الوداد البيضاوي. التعادل ديال هذا الربع الثالث هو في صالح فريق الوداد لانه ربح ربع بدون مشاكل. اذا الربع الرابع هو اللي تيكون الربع الفاصل، الفاصل هو اللي تيجز
المدربين بقوا يجوزونا بالقوة ديالهم كلها والثقل ديالهم ديال اللاعبين الأكثر جاهزية واللاعبين اللي أكثر خبرة باش تكون الاختيارات اختيارات صائبة، لأن الآن الخبرة هي التي ستقول كلمتها، وأيضا الطراوة المدنية، وتنظر بأن هناك لا الطراوة المدنية ولا الخبرة هي في صف فريق الوداد، ولكن هذا لا يعني أن المقابلة ستكون سهلة على الفريقين. إذا كاين هناك تدور لك السوبرسو، هذاك التقليعه الاخيره ديال اللاعبين، لان ما نساوش بان كاين في اللاعبين ديال سبور بلازا مصطفى الخلفي، اللاعب ساشا، اللاعب القرش، اللاعب ايضا اللاعب امر الله اللي يمكن يعطي. اذا كل شيء وارد في هذه المقابله، رغم ان هناك كاين تفوق طفيف للفريق الوداد البيضاء. نعم، اذا لقطات ديال اقوى لحظات الربع الثالث تابعناها يعني على الصوره، واعتقد ان لحظات تكون لنا فرصه اننا نقيموا ونقراوا الارقام ديال الربع، وهي مناسبه ايضا نسجلوا على بعض النتائج ديال مسابقه كاس العرش اللي لعبوا فيها الفرق الدرجه الثانيه بدايه الاسبوع الماضي. ستاد المغربي يفوز على فريق المغرب 64، تحت ورقة 65، جيش الملك 76، شباب بنقري 44، امل الصويره 72، المغرب الاسطواني نازل امام تحت طنجه 78، 59، نادي سباته 43، اولمبيك ريبا 72، سيدي افني 42، وفريق طنطان 42 68. اذا هذه بعد النتائج المسجله، الاتحاد الرياضي البركاني 44، الاتحاد الرياضي التازه يعني 70 مقابل 44، الاتحاد المحمديه ينازل امام الرجاء البيضاوي ب 53 نقطه مقابل 47. هذه بعض النتائج ديال مسابقات كاس العرش، الادوار الاولى ديال مسابقات كاس العرش، وانطلق الربع الرابع، ربع الفصل، ربع الحسم في هذه المباراه اللي هي لحد الان نقدر نقولوا انها مباراه شيقه في الاولى دورات الموسم الحالي. عندنا الارقام الان، ورقم فارع هو الرقم ديال الرميات الحره. في الربع الاول كان سبورت بلازا عنده 88% ديال النجاحات، في الربع الثالث 58%، وتنظر بان العياء هو المؤشر القوي لهذه القراءه ديال هذا الرقم من الارقام ديال الكره السله. ايضا على مستوى الكرات الضائعه 15 كره ضائعه بالنسبه لفريق سبورت بلازا، و 21% فقط على مستوى الثلاثيات. احسن المسجلين ب 13 نقطة الكسندر كويك، واللاعب حسن ب 9 نقاط، ويليه الخلفي مصطفى ب 8 نقاط. فريق الوداد 62% على مستوى الثلاثيات مقابل 69، اذا ما خسرش يلاه 7 ديال النقاط، 37% ديال الرميات ديال الرميات الثلاثية، 8 ديال الاخطاء ديال الكرة الضائعة فقط. واحسن المسجلين حرس رضا 14 نقطة، واللاعب قدام 12 نقطة، يليه كن ديال جيرمي 10 ديال النقاط. اذا الخلاصة من الارقام ان رائعة جدا، رائعة متابعة اللاعب رضا حراس اللي اسحبنا اليوم بلقطات جميلة على مدار الأربعة نتابعونا متابعة بعد رمية ثلاثية ضائعة للاعب حديد دان. هنا متابعة لفريق فريق غازا، واللاعب الكسندر يسجل والمطالبة بالإضافة بالرمية الحرة الإضافية من طرف المدرب لوجود خطأ لم يحسبه الحكم برفضة فريق الوداد. محاولة يوسف الزنقي عند اللاعب جديدا، محاولة ضائعة والخطأ الصغيرة والخطأ على اللاعب جالدويل. جالدويل الخطأ الثالث. هنا كاين هفوة على مستوى الدفاع، على مستوى اللاعب السنتر يعني في رأس القارورة، اللاعب الحديداني ينسل دائما هذا المركز هذا ويسجل بسهولة. عندنا رمية حرة ثانية الآن من طرف لاعب حديدان، ضائعة أيضا 53 مقابل 48. يوسف الزنقي عند اللاعب سيدريك، رمية ثلاثية ضائعة من طرف لاعب حراس، الكرة اللي فاتت مصطفى الخلفي ينطلق بسرعة، الهجمة السريعة لكن يتريت عودة سريعة لدفاع فريق الوداد البيضاوي، وهذا مقطع جيد أيضا على مستوى العودة لغطي ديفونسيف، شاب بقوة بسرعة. تنظر بأن حسن عوق اللاعب ديال
زيلكو بان كاين هناك تمارين مضنيه على مستوى الدفاع يقوم بها كل اللاعبين رغم زعما الفارق ديال الطول ما كاينش مشكل كاين هناك عمل مضني والدفاع بضراوة كبيره لكل اللاعبين والفارق يتقلص الى 3 نقاط عزيز العلوي 3 نقاط وهجمه جميله البلوك شوت جميل ديال اللاعب كالدويل جيريمي والهجمه السريعه وفارق نقطه واحده الان 52 مقابل 53 والوقت المستقطع الان كيطلبوا فريق الوداد البيضاوي زيلكو مضطر وتنظن بان حتى الان اول سله للاعب امر الله اللي يمكن تحرك 9 نقاط مقابل نقطه واحده النتيجه لحد الان يعني بعد تقريبا حوالي 3 دقائق 5 ثواني 9-1 الفريق البلازا كيدخل بقوه في ايقاع الربع الرابع ونرجع للموسم الماضي ونقول دائما بان كره السله هي لا علم غير ثابت اذا تنقول بان رغم بان كل الارقام وكل المعطيات للمقابله تعطي بان فريق الوداد يفوز بالمقابله الا ان كما قلنا لو سيبورسو وهذا كله مع المصطلح العربيه ديال وذاك الاستفاقه ديال اللاعبين اذا كنت تكون في اي وقت تكون عند لاعبين كبار لان زي ما تقول المدربين ولا احد مات على ملعب كره السله تنظن بان هذا هو المصطلح اللي عند اللاعبين اذا الى انتصرت سبور بلازا ب 7 اللاعبين ضد فريق الوداد ب 11 لاعب غادي تكون مفاجأة ما كاينش مفاجأة كبيرة ولكن الآن كل المؤشرات تدل بأن فريق الوداد هو اللي أقرب من المقابلة ولكن الحسابات ستكون دائما خاطئة في مقابلات كرة السلة. على حين سنتابع باقي أطوار المباراة يعني بحماس كبير بقى 6 دقائق 50 ثانية نهاية المباراة فارق نقطة واحدة سيتمكن فريق بلازا أنه يأخذ المبادرة على مستوى النتيجة هناك الدفاع ضاغط الآن مدى اللحظات كرة لاعب حراس رضا حراس بروغا يبحث عن حلول من داخل القوس يضيع المحاولة متابعة جيدة لفريق اللاعب عمر علني يسجل الجمهور الان اللاعب ومحاولة ضائعة وانطلاقة والجمهور يساند الوداد كرة عند اللاعب جيريمي ضائعة مصطفى الخلفي يلتقي بسرعة مصطفى الخلفي عند اللاعب حسين الحسني ضاعت منه خطأ ماذا هناك خطأ على اللاعب رضا حراس بالفعل رضا حراس بيكون روح رياضية يرفع يده لوجود مصطفى يطالب بخطا الرياضي ولكن داخل الكره ما فيهاش اذا كانت هجمه سريعه جدا لكن اذا الان فريق بلازا على السجل ديالو هناك تدني على مستوى النجاحات في الرميات الحره محسن الحسني ثقل النقاط مهمه الان في هذه اللحظات يسجل الرميه الحره الاولى يعني سجل النقاط تقلص الى 58% في الربع نهايه الربع الثالث محسن الحسني يسجل الرمية الحرة الثانية وفارق نقطة واحدة مرة أخرى الآن الاختيارات ديال الفريقين على مستوى الهجوم تظن بأن فريق سبورت بلازا ما تيديرش حسابات يدافع وهي يصعد للهجمات الخفيفه لان تيصعب عليه بانه سجل جميل خبره اللاعب حراس وفي وضعيه صعيبه جدا امام مدافع مباشر يتمكن من تسجيل ثلاثيه في وقت مهم جدا 58 مقابل 54 هجمه اخرى والرد ضائع من طرف اللاعب محسن الحسني واللم لفائده اللاعب حديدا لفائده الوداد الوداد ياخذ المبادره مره اخرى بعد 5 دقائق 20 ثانيه رائعة جدا للاعب ديدان تمكن من اللم وتمكن من تسجيل السلة ويرفع الرصيد ديال 60 نقطة مقابل 54 عزيز العلوي. بأن فريق الآن اصبحت الأمور اصبحت بأن فريق سبورت بلازا ما يمكنش يسجل ضد الدفاع الثابت إذا الحل الوحيد هو الكرة الخاطفة واللي كاين يمشيو في الكرة الخاطفة خاصهم يحبسوا رضا القاسم الآن ب 22 نقطة ويتحكموا في اللم الدفاعي لان الى ما تحكموش من الدفاع غادي يكون صعيب لهم لان العياء اخذ منهم ما اخذ ودائما في الدفاع الثابت ما غاديش يمكن لهم يسجلوا
اذا الاختيار دابا الاختيار اللي عنده هو الكرات الخاطفه، اذا خاصهم يكون دفاع قوي وتحكموا في اللم الدفاعي. ولكن فريق الوداد كما قلتي بالخبره 20 سنه ديال الرضا، 8 نقاط سجلها في الربع الرابع اللي تبع المتابعه ديال الدانك اللي اخذ به الكره. اذا وجدنا الرميه الثلاثيه، يعني واحده من الجهه اليمنى واخرى من الجهه اليسرى، يعني خبره وقيمه مهمه جدا لفريق الوداد. خبره وثقه، لان لاعب في المركز جوج الابطال والثلاثه، تنظن بان ماشي دائما تنشوفوا لاعبين في هذا المستوى هذا، لا هذا حتى في البطولات الاوروبيه، لان جوج وثلاثه لاعب اثنان يعني مسجل. تمريره خاطئه، تمريره خاطئه عند اللاعب جيريمي يطريت عند اللاعب علاني. جيريمي مره اخرى، جيريمي كاندل يمر على اللاعب فروغا من داخل القوس، رميه ضائعه. فروغا اللي مازال ما خاصش الايقاع ديالو على مستوى تنفيذ الرميات، محاوله و صافي خطا على اللاعب محسن الحسني. قلت ان فروغا ممكن يكون ايضا ورقه مهمه على استعد الطراوه ديالو، على استعد يعني الامكانيه ديالو، لانه الان بالاداء ديال حراس والاداء ديال اللاعب حديدان وايضا الموزع الامريكي جيريمي بول كاندل، كل المعطيات ممكن تعطي الفريق الوداد يكون ورقه مهمه في الصراع على اللقب هذا الموسم. تنظن حتى الان دخول رجوع القرش هذا غير مؤشر، لان المقابله الاولى وتنظن بان اللقاء ديال الفريق مع سموك وزر كان يكون احسن في الدوره الثالثه او الرابعه، ولكن شاهد الاخبار انهم انتقوا في المقابله الاولى. ولكن المقابله حدثت مقابله جميله، شفنا فيها ادوار جيده، رميه ثلاثيه اخرى، رميه اخرى جميله 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 تلفيت اللاعب جيريمي. 63 مقابل 54، من نقطة واحدة إلى 9 نقاط لفائدة الوداد. وكالدويل والخطأ على اللاعب كالدويل تحت السلة، بحث واحد القضية منع من تسجيل اللاعب كالدويل في هذه الكرة. الفريق ديال الوداد تيمنع هذوك السلات ديال الفرجة للفريق باش ما يعيدهمش سيكو في المقابلة. فريق وفريق بلاصة هي ينسبي اذا انت هذه بالفعل هذا معطى خاص يتعاملوا معاه اللاعبين هذه الوداد ولا ديال فريق الفرنسا. جيريمي كالدويلي سجل الرميه الحره الاولى 55 63 على بعد 4 دقائق 22 ثانيه من نهايه المباراه. والجمهور يساند فريق الوداد مسانده كبيره، ورمية حرة الثانية ايضا محتسبة لفائدة اللاعب جيريمي كالدويل. 56 مقابل 63، النتيجة 63 نقطة مقابل 56 على بعد 4 دقائق و15 ثانية. خطأ على اللاعب جيريمي كالدويل، الخطأ الرابع. تحكيم في المستوى بالفعل، ثلاثي تحكيم الحكم عبدالله شريف حكم الدوري، اكبر الحكام المغاربه على مستوى المشاركه الافريقيه في الالعاب الاولمبيه في بطوله العالم. ايضا يعني حضور جيد لزياد وايضا هشام العمراني.